السادة النواب المحترمون، شكرا على هذا الأسئلة، على هذا السؤال المهم. والسياحة الداخلية تشكل مهمة مهمة أيضا، تشكل 33% في السياحة في المغرب. تشكل 33% للسياحة، إذا عندها أهمية كثيرة. طلعوا ليالي المبيت من 2.5 مليون في 2001 ل 6.5 مليون في 2016، إذا طلعت السياحة الداخلية. وفي الاستراتيجية ديالنا السياحة الداخلية في الرؤية ديال 2020 عندنا، اذا باغي نضعفوها تضاعف، و باش توصل ان شاء الله ل 40% في السياحه في البلاد. اذا عندنا في الحمد لله، اذا الوزاره خدامه على باش تشجع هذه السياحه على ثلاثة المحاور. أولا تدير الإشهار وتنشيط السياحة وإذا ترويج. ثانيا توزيع أفضل على جهات المملكة. وثالثا السادة النواب المحترمون، شكرا على هذا الأسئلة، على هذا السؤال المهم. والسياحة الداخلية تشكل مهمة مهمة إذا تشكل 33% في السياحة في المغرب. تشكل 33% للسياحة، إذا عندها أهمية كثيرة. طلعوا ليالي المبيت من 2.5 مليون في 2001 ل 6.5 مليون في 2016، إذا طلعت السياحة الداخلية. وفي الاستراتيجية ديالنا السياحة الداخلية في الرؤية ديال 2020 عندنا، اذا باغي نضعفوها تضاعف، و باش توصل ان شاء الله ل 40% في السياحه في البلاد. اذا عندنا في الحمد لله، اذا الوزاره خدامه على باش تشجع هذه السياحه على ثلاثة المحاور. أولا تدير الإشهار وتنشيط السياحة وإذا ترويج. ثانيا توزيع أفضل على جهات المملكة. وثالثا خلق محطات سياحية تلائم خصوصيات السائح المغربي، وهي محطات بلادي. هذه المحطات أولا السعر ما بين تحدد ما بين 150 درهم و 550 درهم، اذا باش نشجعوا المغاربه باش يمشيوا لهذه المحطات. وثانيا هذه المحطات خدينا باعتبار العادات ديال العائله المغربيه والتقاليد. اذا تم حلينا ثلاثه ديال المحطات في اكادير وفي افران وفي المهديه. والوزاره تلتزم باش تشجع المغاربه باش يسافروا. شكرا السيدة الوزيرة. تعقيب للفريق الاشتراكي اللي تقدم احد النواب مشكور السيدة النائبة. اتكل على الله واشتغل رقاصة يلا. كنبرى اولادي ماشي من حقي. واش بغيتي الوزير ديالك يكون لابس بحالك الصباط هكذا ديال لا ما مسيريش ما سيري الله سيري تسرح. كيفاش كنتي كتسرح في صغرك؟ واه سرحتي بركه وباقي كنسرح دابا. باقي اش كتسرح دابا؟ كنسرح دابا. مدارس يا جدعان، فين مدارس زمان؟ وفين مدرجات رفاعة الطهطاوي؟ فين ايام رفاعة الطهطاوي؟ يا سلام يا سلام. الله يرحمك يا طهطاوي، الله يرحمك يا طهطاوي. رفاعة الطهطاوي
عاصم امين وعلي مبارك وزكي جمعه. مين زكي جمعه ده؟